السلام عليكم زبائننا الكرام. عندنا جهاز جي بي اس اس تي 901، طبعا هذا جهاز يربط على البطارية مال السيارة، يعني حار وبارد ودائما يعني مشتغل طالما السيارة مشتغلة، ومن تطفى السيارة ببطارية داخلية تستمر 5 ساعات. يعني بيه تطبيق اسمه ايكيا على الاندرويد وعلى ابل. تفعيل السيم كارد كالاتي اللي بداخل الجهاز، نرسل الاي بي ان من 1 لـ6 ACC، راح يرد علينا الجهاز بالاوكي، بعدين ادمن من 1 لـ6 ونخلي رقمنا اللي نراسل منه، ايضا راح يرد علينا انه تم التفعيل اوكي. بعدها نتوجه للتطبيق، بالتطبيق راح ندخل الاي دي اللي يجي ملصق على الجهاز، وندخل الباسورد اللي هو من 1 لـ6. بعدها راح نبدأ نتبع الموقع. حاليا الان احنا بموقع بساحة ميسلون مثل ما تشوفون، راح نشوفكم الموقع مال الجهاز شنطانة بالضبط. مثل ما تلاحظون هذه ساحة ميسلون، احنا نبعد عنها تقريبا 100 متر بالسيارة الان، فهي ساحة ميسلون امامكم. وطبعا الجهاز بميزة التتبع الاونلاين، يعني التتبع مباشر لحظة بلحظة. مثلا انا ما تشوفون الان احنا متوجهين من ساحة ميسلون باتجاه شارع فلسطين او شارع الربيعي. مثل ما تشوفون الان شلون يتحرك الجهاز، طبعا ربط الجهاز سهل جدا، مجرد يعني الوايرين الحار والبارد توصلهن باي مكان، وتفعيله ايضا سهل مثل ما شفتوا، والتتبع لحظة بلحظة تقدر تتبعه، وبي خاصيات التطبيق كثيرة تقدرون تطلعون عليها عند استخدامه. هذا مثلا مطعم هابي تايم مثل ما تشوفون على الخريطة، احنا قريبين على هابي تايم. شكرا.